الخصوصية واحدة من الأشياء المهمة جدا لكل شخص فينا. كان في السابق طبعا خصوصية الطفل أو الابن تسلب في مواقف كثيرة، من ضمنها التعليم، من ضمنها حق أنه هو يحصل على خصوصية خاصة فيه، حتى وصولا إلى الزواج، اتخاذ قرارات كان يكون من الآباء والأمهات في كل مناحي الحياة. لو تحدثنا شوي عن الخصوصية وأثرها هنا في جانب الثقة، في زرع الثقة في الأبناء. لو أتكلمنا عن الخصوصية، فإحنا أكيد يخطر في بالنا دائماً مقابل الخصوصية الحرية. أيوة، الحرية والخصوصية، أعطي ولدي الحرية ولا ما أعطي له الحرية، أعطي الخصوصية ولا ما أعطي له الخصوصية. بس لو رجعنا على الكلام اللي تكلمناه قبل شوية، هو أنا كمربي أنا أملك الحرية حقت الإنسان هذا؟ لا طبعاً. هو إيش اللي بدي أعطيه وإيش اللي ما بدي أعطيه؟ إذن أنا لا أملك الإنسان هذا، ولا أملك عقله، ولا أملك تصرفاته، حتى وإن كنت قادر على السيطرة عليها لمرحلة معينة، بس سون حيجي الوقت اللي هو صحيح يقدر يتجاوزها. فوقتها الخصوصية حقته هي مساحة خاصة بي، من اسمها خاصة، خصوصية، مساحة خاصة تختلف من شخص لآخر قديه هو يحتاج مساحة خصوصية. دحين لاحظوا إن إحنا ما بنتكلم على إنها شيء حقي كمربي وحقدر أمنحه أو لا أمنحه، لا، إحنا دحين بنتكلم هي حقه، لأن حق من حقوقه. أيوة، لكن كيف أنا كمربي مسؤول عن هذا الابن أقدر أخليه يحدد مساحة خصوصيته بأمان، وإنه هو أنا أكون مطمنة إنه هو سيف، هو يقدر يختار، عنده الأدوات. هو ده دوري كمربي، دوري كمربي مو إنه أنا أقرر الشخص ده إيش يطلع، إيش أبغى وظيفته، إيش أبغى دراسته، إيش أبغى زوجته، إيش أبغى أو زوجها. وظيفتي كمربي إني أملك الأدوات اللي تخليه يختار لنفسه، يختار لنفسه حجم ومساحة خصوصيته، يختار لنفسه الأدوات اللي يفلتر بيها كل الأشياء اللي تمر عليه، يمتلك الأدوات اللي تمكنه من اتخاذ قرار يكون هو مسؤول عنه وعن تبعاته.